اوكي شو علاج دكتور؟ هو في عندنا مثلا هنفترض ان في انسان طبعا لازم حكايه تدرس شويه ظهرت ليه، لانه لغايه سن 19 هو كان كويس، فالنقله بتاعت سن العشرين عاده بدا سن الشباب، يعني في صدمه فينا نقول نفسيه في مكان في ما حتى لو هو بيجهلها. طبعا ففي نقله ما حصلت ولازم نتعرف عليها عشان نبتدي نتدخل فيها، فده بيخلي المؤثر يقل ويضعف عليه. نمره اتنين ان هو مرتبطه بالتوتر، انه علشان اصل الرقبه دي لما تعمل هي مش هتحل مشاكل العالم، ولكن هي الحركه بتاعتها هي اللي هتريحه، هتريح المشكله بتاعه زمان اللي هي عنده في مخه، مش الحركه بتاعه الرقبه. وبالتالي ساعات بناخد ادويه تقلل التوتر، ادويه تشيل الاكتئاب او القلق النفسي. النوم بتاعه متعب، يبقى لازم ادي له حاجه تساعده في الدخول في النوم عشان عضلاته تاخد فرصه انها تسترخي. ففي حاجات بنعمل لها خطه للعلاج علشان يجد راحه، فده يديله احساس بان هو قادر على التحكم فيها. نمره اتنين ان بنتعلم انه اذا كان الحركه اللي هي التكراريه دي بتريحك، طب ما تيجي نعمل حاجه تانيه. يعني ايه رايك ان انت مثلا تعمل حاجه فيها تكراريه ولو كانت مثلا زي لعبه، انك انت او زي البيانو تعلم بيانو، يتعلم اي شيء من اشكال الموسيقى، او اله تشتغل عليها. يعني مره كنا بنعالج اولاد عندهم الحركه بتاعت الايد هي مستمره، فعملنا اتفاق مع مصنع، المصنع ده اللي هو بيجيب اقلام الجاف ويحط عليها الغطاء، فقلنا له مش عايزينك تجيب مكنه، هنخلي الاولاد دول يلعبوا اللعبه دي يقفلوها على طول، وده ارخص لك وهم هيكسبوا من المرض بتاعهم ده اللي مش عارفين نسيطر عليه. وبالتالي حولنا نجحت وحولنا المرض الى نفع، وبالتالي التوتر قل وهم ابتدوا يتحكموا شويه، ما خافوش ولكن عرفوا يتحكموا كويس قوي في المرض. يعني اذا ممكن كان عنده شيء بديل ليقدر يخفف هذا التوتر بيساعده. بس السؤال، هل ممكن يتخلص منه بشكل جذري ونهائي؟ على حسب شخصيته. ولا بضل في ترسبات لها؟ على حسب شخصيته. بس كمان صار له سنين معه. هو يعني لا مش مشكله خالص. لا لا، وعلى حسب بقى هو، احنا دايما عندنا حاجه في الطب النفسي بنسالها شخصيتك ما قبل المرض، عشان كنت بساله انت كان طبعك ايه؟ فهو ده اللي بيخليني لما اتعرض لازمه يكون ده رد الفعل، فيبقى العلاج مش شخصيه اللي قبل المرض علشان اصلح منه النتائج. سالته اذا حدا من عائلته عنده هالمشكله، ليش في منا عامل وراثي؟ طبعا، وخصوصا في مرض زي اللي هو التوريت سيندروم. لازم التوريت. بالظبط، ده بيظهر عند العائلات، وهو في الحقيقه في ناس اتكلمت كتير قوي على اللي هو شو. خلينا نرجع نشرحه دكتور، شو التوريت؟ هو التوريت بيظهر مرض عند الاطفال، بيظهر عند سن 5 و6، عباره عن اللزمات الحركيه والصوتيه. يعملوا صوت كده او يصوتوا، او مره واحده هو بيتكلم صار يعلي صوته جدا وكان يرجع تاني. بتزيد قوي عند سن 8 لغايه 12، وبعد 12 لغايه 15 بتبتدي تقل بالتدريج وغالبا بتختفي لوحدها بعد كده، لكن احنا مش عارفين سببها. في كلام على ان المستقبلات الكيميائيه في المخ، في ناس قالوا ده الكروموزوم، ناس قالوا ده الجينات. ساعات بنديهم ادويه وبتفلح وساعات لا، ولكن هي بتبقى موجوده في العيله منتشره وبتقل تدريجيا بالطريقه دي، وبيبقى كل العلاج ليها علاج للطفل ولاسرته بنفس الوقت، لازم علشان اسرته ما يبتوش حتى اخواته او اصدقائه في المدرسه يتعلموا يعني، والمدرسين كتير اصلا. حياتي هتلاقي في الافلام الكوميديه عندنا كتير جدا بيعملوا تعليقات او حركات على ممثل عنده لازمه، فبيبقى عامل كده. مشان هيك هلا سالته انت محمد عن احد الافلام اللي لانه عاده هيدي مرتبطه شوي بالذكوره او بشي مشكل معين عم حضر له، بعمل رقبتي بهيدا الشكل. صحيح. مش هيدا اللي قصدته فيه. فدي ساعات بتبقى بتلفت النظر ان حد يقلد، حد يبقى يعني مرتبط بقدوه ما. وهتجد كتير قوي يعني كان فريد شوقي ليه لازمات، الناس الشباب بيعملوا، توفيق الدقن كان ليه لازمات كتيره حتى في الكلام، فابتدوا الناس تكرر الكلمه باستمرار وكما ياخدش باله ان هو بيكررها. في من ضمن اللازمات يعني اللي احنا كلنا بنقع فيها، بس اوريك انها بتبقى زي الوسواس، انك ممكن تسمعي اغنيه جديده وتعجبك تلاقيك عماله بتكرريها، اوقات تسمعها ولو ما عجبتني تكررها. بالظبط. غسل دماغ. بالظبط. فدي نقطه ان كتير جدا من الحركات او الافكار او النطق والحاجات دي هي ساعات بتبقى ضد ارادتنا، ولما بنحاول نمسكها وده الغريب ممكن تزيد اكتر. انا كنت عايز اقول لك حاجه على الاطفال، ان احنا بنعلمهم او بنعلم محمد في وقت ما
ساعات كتيره جدا الناس دي بتستفيد بالحركه بحيث ما تبانش. يعني انا مثلا عندي الحركه دي كده، فلما بتيجي فبعمل واحنا عايزين الضمها في حركه ثانيه فما تبانش قوي، ما تبقاش فيها عليها تعليقات ضخمه بحيث ان الناس تبقى اكثر فايده منها. بهالحاله هلا حسيتي من اللي حواليك نقلتي لهم هالعدوى او هالمشكله؟ لا. عندك بالبيت؟ لا. يعني بس انت انفردتي فيها. انت ازعجتك لدرجه كبيره ولا لا اليوم خلص عودت عليها؟ لا تعودت عليها، ما فيها ازعاج بالنسبه لي. لا بالنسبه لي. طيب دكتور مثل هالحاله اذا حدا راضي عن مشكلته ومش لاقي فيها مش مشكله، ما دام ما بتاثرش لا على حياتها ولا علاقاتها بالاخرين ولا عامله اشكاليه خلص. مثلا مثل حد محمد غير بيختلف الوضع. آه. لانه بلشت له مشاكل صحيه وجسديه بهالحاله. امتين من دق نقوص الخطر بنقول لا لازم يكون في استشاره لاخصائي ولا طبيب؟ لو هي بتؤثر اي مرض نفسي، اضطراب عقلي، اي حاجه من دول زي اي مرض في الدنيا، لو اثر على حياتي واثر على علاقتي بالاخرين لازم الجا لمتخصص. يعني هنفترض مثلا ان انا عندي حكه بسيطه بقى، يعني تيجي مره كل شهرين خلاص، لكن لو انا طول الوقت عمال بحك في ايدي فدي بتعيق علاقتي مع نفسي ومع علاقتي بالاخرين، في الحاله دي لازم اروح لدكتور. فهي الفكره انه من ضمن برضه سؤالك كان جميل جدا، لما اللي قدامك بيتاثروا، انا واحده في واحده قريبتنا طول ما قاعده بتعمل كده، فانا بعد شويه بنفهم كده الله بتصير بدون ما تحس، وبعدين بقيت اتغاظ يعني، فبديت كده ابص الناحيه الثانيه، انا مش عايز افضل اهز راسي انا كمان. طب اللي بيكون حدك وبينكزك كل الوقت هيك فهمت شو عم اقول لك؟ دي صار غلاسه. هي كمان تعتبر لازمه صح؟ انا بقول لها غلاسه مش هيدي غلاسه. لا حتى عم بخبرك جدي او عم يضحك بكل يعني عرفت الاتجاهات في هيدي موجوده. هو لو كان ده لازمه فانا بقول له انه بلاش تخبطني. لو سكت يبقى هو كان دي عاده بسيطه بيعملها ومش واخد باله، لكن لو فضل برضه يخبط كده ادي لازمه. ففي الحاله دي لان هو مش قادر يتحكم فيها ففي الحاله دي ببعد عنه بقوم بترحم كتفك بهالحاله.